موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم عالشرق الأوسط 1450 AM. حكومة المحافظين في معرض الدفاع عن النفس في غياب هاربر وفلاهرتي. تجمع حاشد في أوتاوا لسكان كندا الأصليين. ستيفن هاربر في تورونتو لاستقبال دبي الباندا من الصين. صباح الخير. اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى الدفاع عن الموازنة وأكثر تحديدا الإجراءات المثيرة للجدل في مقاطعة كيبك، نذكر منها إلغاء الإعادات الضريبية للمساهمة في صناديق العمال، حيث وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد ألكسندر بول رايس هذا القرار بالغبي والذي يمثل هجوما على الاستثمار وهجوما على التوفير وهجوما على الوظائف في مقاطعة كيبك. وفي غياب رئيس الوزراء الكندي ووزير المالية جيم فلاهرتي، أتى الرد على لسان الوزير ماكسيم بيرني الذي اعتبر أن حزب المحافظين طرح موازنة كما يرغب بها الكيبيكيون دون رفع الضرائب على أنواعها. إنما رد المعارضة أتى سريعا مع اعتبار أن الموازنة تشمل ضرائب مخفية على غرار الزيادة المرتقبة على الرسوم الجمركية على السلع المتأتية من 72 بلد حول العالم. وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد غياب هاربر وفلاهرتي عن مجلس العموم الكندي في الوقت الذي كان من المهم جدا أن يتواجدا في البرلمان للرد على أسئلة النواب، مع الإشارة إلى أن وزير المالية الكندي يقوم بزيارة لآسيا طوال الأسبوع، في حين أن رئيس الوزراء كان مشغولا باستقبال فريد من نوعه في مطار تورونتو. تجمع أمس الألوف من سكان كندا الأصليين أمام البرلمان الكندي لتقديم لائحة من المطالب لحكومة المحافظين، ومنهم مجموعة من الشباب الذين قدموا من شمال مقاطعة كيبك سيرا على الأقدام، حيث اجتازوا مسافة 1600 كيلومتر لدعم حركة الدفاع عن حقوق السكان الأصليين. كما سجل حضور تيريزا سبنس زعيمة محمية أوتاوا بيسكات لسكان كندا الأصليين، والتي أضربت سابقا عن الطعام الضغط على الحكومة الفيدرالية. وانتقدت أحزاب المعارضة غياب رئيس الوزراء الكندي الذي اختار استقبال دبي الباندا بدلا من استقبال الشباب والشابات من سكان كندا الأصليين. نبقى في السياق ذاته، حيث توجه رئيس الوزراء الكندي أمس الاثنين إلى مطار تورونتو لاستقبال ضيفين غير اعتياديين، ونعني بذلك دبي باندا تعيرهما الصين لكندا لمدة 10 سنوات. وشارك في وفد الاستقبال الحاشد زوجة رئيس الوزراء لورين ورئيس بلدية تورونتو روب فورد وسفير الصين في كندا زانغ جانسي. واعتبر هاربر أن هذه الزيارة تنم عن حسن العلاقات بين كندا والصين، في حين أكد السفير الصيني أن هذا الأمر يعكس شعار الصداقة بين الأمتين. ومن المتوقع أن يقيم الدبان الذكر والأنثى لمدة 5 سنوات في حديقة الحيوانات في مدينة تورونتو، و5 سنوات أخرى في حديقة الحيوانات في كالجاري، وبحال أنجبا خلال هذه الفترة فإن المولود يعود معهما إلى الصين. أكد أمس وزير الصناعة الفيدرالي كريستيان بارادي أن الحكومة الكندية لن تتراجع عن إلغاء الإعادات الضريبية الخاصة بالمساهمات في صناديق العمال. ففي إطار مؤتمر صحفي عقده أمس، أشار الوزير إلى أن أوتاوا مستعدة لاعتماد إجراءات انتقالية لتسهيل عملية التحول بشكل تدريجي، إنما دون أعطاء أي إضافات. نعيد التذكير أن وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أعلن يوم الخميس الماضي عن طرح الموازنة عن إلغاء وبشكل تدريجي الإعادات الضريبية بنسبة 15% والتي يستفيد منها المساهمون في صناديق العمال، وذلك اعتبارا من العام المقبل. وبحلول العام 2018 ستتمكن الحكومة الكندية من توفير مبلغ 355 مليون دولار على مدى 4 سنوات. طالب الحزب الديمقراطي الجديد مفوض الشرطة الفيدرالية روبرت بولسون بإجراء تحقيق حول التسريبات المتعلقة بالإجراءات المدرجة في إطار الموازنة الفيدرالية، حيث علمت بعض وسائل الإعلام بعدد من التدابير بشكل مسبق قبل الإعلان عنها رسميا، حيث أعلنت يوم الأربعاء الماضي صحيفة The Globe and Mail عن بعض العوامل الإيجابية في الموازنة الفيدرالية والتي تأكدت يوم الخميس. ورأى الحزب الديمقراطي الجديد أن تسريب المعلومات قبل الإعلان
الإعلان عنها رسميا قد يعود بالنفع على بعض الجهات. من هذا المنطلق يطالب الحزب الشرطة الفيدرالية الكندية بإجراء تحقيق حول هذه المسألة. قام رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بتعيين رجل الأعمال سكوت تاناس في مجلس الشيوخ الكندي، وشغل تاناس مكان العضو السابق بيرت براون الذي أحيل إلى التقاعد يوم الجمعة الماضي. تاناس هو رئيس ومؤسس شركة ويسترن فاينانشال جروب، وهي شركة تأمين وخدمات مالية تعد في صفوفها أكثر من 550 ألف متعامل في غرب البلاد. وتمكن رجل الأعمال من الفوز في الانتخابات لمنصب عضو في مجلس الشيوخ في ألبرتا العام الماضي. كشفت وكالة الصحافة الكندية أن وزير النقل الفيدرالي دوني لوبيل قد طالب بإجراء تحقيق يتعلق بإدعاءات مفادها بأن عدد من المسؤولين في المؤسسة التي تدير جسري جاك كارتي وشامبلان قد حصلوا على هدايا وامتيازات من قبل متعهدي البناء. وتحوم الشبهات حول أن لقاء هذه الهدايا ساعد المسؤولون متعهدي البناء على الحصول على عقود عامة أو قاموا بتسهيل المعاملات أمامهم. كشف أمس الحزب الديمقراطي الجديد عن هوية مرشحه في دائرة لابرادور تحضيرا للانتخابات الفرعية المقبلة لإيجاد نائب فيدرالي عن المقعد الذي أصبح شاغرا في مجلس العموم الكندي بفعل استقالة بيتر بيناشو عن حزب المحافظين. وطرح حزب الـNPD اسم المرشح هاري بورلاس الذي سيواجه بيناشو نفسه عن حزب المحافظين الذي قرر الترشح مجددا، ولم يعلن بعد الحزب الليبرالي الكندي عن اسم مرشحه. أظهرت دراسة مشتركة جديدة أعدتها جامعتا ألبرتا وأوتاوا أن أكثر من نصف الاختبارات بواسطة الرنين المغناطيسي لتحليل أوجاع الظهر عديمة الجدوى، مع الإشارة إلى أن اختبارات الرنين المغناطيسي للكشف عن المشاكل المتعلقة بألام الظهر ارتفعت بشكل ملحوظ في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، على الرغم من غياب ارتباط واضح بين نتائج الاختبارات والعوارض التي يعاني منها المرضى. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.